السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الطويجين اللي كيجي غزال صراحه وسهل وفي متناول الجميع. شي كاع لا بغينا نقدروا يكون شي 30 درهم مغربيه وجبت لك طاجين غزال. هنا بالنسبه للطاجين شنو غنستعمل فيه البنات؟ غادي ندير فيه هاد السوسيس او النقانق اللي كيكونوا فيهم لي زيبينار او السبانخ والفرماج. هنا اول حاجه غادي ندير اللي بغيت نتقاسم معكم. هنا البنات على فكره هاد الكميه ديال السوسيس اللي عندي راه غير 20 درهم، دونك بالنسبه للخضر اللي غنديروا راه غير حبه حبه حبه. فهاد كيف قلت لكم راه غيكون في هاد كيتراوح كاع 30 درهم الى غلق. هنا هاد النقانق البنات غادي ناخذ هنا غنخويهم من هاد المصارن اللي كيكونوا فيهم على هذا الشكل. غنخوي هاد الكميه كامله اللي عندي بحال هكا، نبقاو غاديين معاه غير بشويه تنحيدوا هاد الشيء كامل، نحيدوا ديك الجليده كيف كنقولوا بحال هكا كيف كتشوفوا. كنتمنى يكون متضح لكم. وغنستمر بحال هكا حتى نحيد الكميه كامله اللي عندي وندوزو باش نوجدوا الطويجين. هنا البنات من بعد ما خوينا داك النقانق ديالنا كاملين كيف كتشوفوا هي ولات لينا بحال شي كفته. كيف كتشوفوا هنا عندنا الطريفات ديال الجبن، هنا كيف كيبان لكم بيضين، وهنا ديك الكفته بالسبانخ. وغادوزو دابا باش نوجدوا الطاجين ديالنا ان شاء الله. ونبداو باول حاجه غندير هي غناخد الطاجين وغنحطو فوق النار. هنا البنات حطيت الطاجين فوق النار. غنخوي دابا الزيت قياس واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت. يمكن لكم ديروا خليط ما بين زيت بلديه وزيت روميه. وغادي ندير هنايا البصل اللي فرمته، هنا واحد الحبه ديال البصل كبيره. من بعد ما فرنا هذا البصل هكا غندوزو باش نضيفو التوابل او العطريه ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها واحد معلقه صغيره ديال الملحه على هذا الشكل. غنحتاجو هنا معلقه صغيره ديال الكركم صغيره مسطحه او الخرقوم. من الاحسن البنات ديروا هذا الطبيعي اللي كيكون مصاوب مطحون، كتشوفوا كيفاش كيطحن عند مول العطريه، ما ديروش هذاك اللي كيتباع ديجا جاهز. وهنا عندي معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره. عندي نصف معلقه صغيره ديال الابزار، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرش الابزار، واللي كيبغي الحار يقدر من غير البزار يزيد الفلفله حاره. وعندي هنا نصف معلقه صغيره ديال الكمون على هذا الشكل. غادي نحمركو هاد العطريه ديالنا ونتركو ديك البصله تقلى مع ديك العطريه وديك الزويته اللي درنا. كنسدو على هاد الطاجين وغنخليوها حتى تقلى لنا شويه. هنا البنات الصاله ديالنا من بعد ما عليت عليها كيف كتشوفوا قلات لينا شويه. في هاد الاثناء غادي نضيف هنا عندي واحد جوج حبات ديال الطماطم اللي قطعتهم بشكل مربع. كيف كنعرفوا الطماطم كتطلق ديك الماء ديالها. غادي نضيف واحد القليل ديال الماء تقريبا نصف كاس وغنترك الكل يطيب
الزبده ديالو واحد 10 دقائق بحال هكاك، ونعودو نرجعو نطلعو على الطويجن ديالنا بما تهد لينا ديك الطماطم وتذوب اكثر على هذا الشكل، ونعودو نتلاقاو بنات. هنا نسيت ما ضفت واحد المكون اللي هما الفلافل اللي كانوا عندي في مجمد، واحد الكميه ديال الفلافل. هنا عندي مخلطه ما بين الحمراء والخضراء، اللي عنده الصفراء ولا الليمونيه يديرها. نخلطوا هذا الشيء بحال هكا، ودابا غنسدو على الطوجين ديالنا ونخليوه يطيب كيف قلت لكم واحد المده ديال 10 دقائق، ونعاودو نطلعو عليه. البنات هنا من بعد ما كتشوفوا ديك الخضيره ديالنا على هذا الشكل بعد ما ذابت، في هذه الاثناء غادي نضيفوا لها ديك السبانخ، عفوا ديك الصوصيص اللي زودنا له ديك الجلده اللي بالسبانخ والجبن. دونك على هذا الشكل، وغنحاولوا نخلطوا كل المكونات البنات. الطويجين ديالنا غنخليوه لمده ديال واحد 3 دقائق، كيف كتعرفوا ديك العماره ديال داك السوسيس راه دغيا كتوجد، دونك غنخليوه واحد 3 دقائق، ومن بعد غنطفيو عليه ونزوقوه من الفوق ونقدموه ان شاء الله. البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا، من بعد ما زولتوه فوق النار رشيتوه هنا من الفوق بالجبن مفروم، ورشيت شويه من المعدنوس من الفوق، حطيت واحد الحبه ديال الزيتون كيف شفتوا. هنا البنات اللي ما بغاش يدير هذا النوع ديال السوسيس يقدر يكتفي باي سوسيس بغا، ولا غير بالكفته حتى هي كتجي زوينه. يقدر بنادم يضيف البيض، كل واحد يقدر على حسب المستطاع ديالو. كيف قلت لكم انا في الاول هاد الطويجين في متناول الجميع، كيف شرحت لكم انه لا ما يتعداش كاع واحد 30 درهم بحال هكا، وها بنادم مغدي. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل وعلى التشجيع ديالكم، الله يخطيكم عليا الى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.